لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجهت مونيا الإمام رسالة لمتابعيها من داخل السجن عبر أختها سيليا، ويذكر أن مونيا الإمام قد تم سجنها بتهمة حيازة أقراص مع الوسة من مطار وهران. قالت: عنقتنا وقالت لي أصبري ناعيا ونخرج ونولو خير، مالي كنا. نصحتنا وقالت لي كمل عيشي حياتك كيما كنتي. الحمد لله راني عايشة وربي كتب لي هكا باش نتعلم. قالت لي ما نحبش نشوف دموعك انت وام التانية. اصبري يا رب تفرج عليها وتخفف عليها وتلاقيني بيها في اقرب وقت. راهي خدات عبرة وتألمت فوق اللازم، والله تشوفه كيفاش حاملة ومتقبلة وتضحك رغم صغرها تنخلعوا. قالت لي معليش جات فيا ومش فيكي. وبس كده يا جماعة، هي دي الرسالة اللي قالتها مونيا الإمام لشقيقتها سيليا. اكتب لنا رأيك عزيز المشاهد حول هذا الموضوع. تم إيداع المؤثرة مونيا الإمام الحبس المؤقت. أمرت محكمة الجنح بمحكمة دار البيضاء اليوم الثلاثاء المتهمة الموقوفة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المسمى مونيا الإمام بوضعها رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة بسبب قضية مخدرات. كما قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى الأسبوع المقبل لغياب المتهمين كلا من المسمى بنقطة كي القاطم بولاية وهران والمدعو كي ام ياسين الساكن بالجزائر العاصمة، وتم توقيف المشتبه فيها بمطار هواري بومدين بالعاصمة وبحوزتها مؤثرات عقلية ومخدرات ومبلغ مالي ضخم. مونيا الإمام تعترف أمام القاضي بتعاطيها للمخدرات وتنكر المتاجرة بها. مونيا الإمام ضبطت يوم الجمعة في مطار هواري بومدين بقطعة زلطة و30 حبة صاروخ و80 مليون سنتيم. مونيا الإمام خبات الصوالح في الصوالح. مونيا الإمام مشهورة في فيديوهات الرقص على التيك توك. خلال تفتيش المتهمة ومرورها على جهاز سكانير تم الكشف عن كمية معتبرة من المؤثرات العقلية 30 حبة صاروخ وقطعة من الزلطة و80 مليون سنتيم. المتهمة قامت بإخفاء الممنوعات في مكان حساس بجسدها ظنا منها تستطيع اجتياز المطار دون ضبطها متلبسة. مونيا الإمام تعترف أمام القاضي بتعاطيها للمخدرات وتنكر المتاجرة بها. الأمن الجزائري يعتقل مونيا الإمام. قلنا لك باللي الباجة تاعنا اللي تهدر عليه جبيل الرقاد، انت برك ما حبتيش تأمني. المهم روح شوف حبايبك المغاربة يفروها لك دوب، راهم طاروا بيك الصحاح. صدق او لا تصدق، مونيا الإمام في التحقيق قالت لهم القضية هذه مخدومة وغاروا مني بعدما نجحت، خصوصا كي درت فيديو كليب مع واحد المغني ودار حالة الكليب. كيفاش خدموهالك وانت مخبية 40 حبة صاروخ بلويش كان معاها من مخدرات في مكان حساس من جسمك؟ وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. اتمنى ان يكون الفيديو نال إعجابكم. لكم مني أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه ليكيب زينة، السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. والله يا ليكيب حبيت نحكي على سوجي هاد الدوجور هادوما على هاديك الانستغرام ناس منى الإمام هاديك اللي حكموها في المطار ورفض ممنوعات.
والله غير ما نش نستشفى على كل حال في خلق الله، ولكن بكل صراحة أنا تشوكيت خاصة في بعض الصفحات اللي داروها وتعاطف الناس بزاف معها. سبحان الله والله الله تحير على بالك شغل تعاطفوا مع إنسانة شغل قدوة، شغل قدوة ولا حاجة اللي راهي تدير في حاجة اللي مليحة للمجتمع ومليحة لبنات والأجيال القادمة. سبحان الله الناس ولات تديها النيف على الخماج والزبل. واللي زاد دوختني شفت بزاف ديجان ورجال كبار شغل يديفونديو عليها ويدخلوا في قيل وقال مع الناس اللي كان ضد هاد الحاجة، باسكو تحب ولا تكره انستغرامر ولا انستغرامز راهو تحب ولا تكره راهو مؤثر في المجتمع، عنده المتتبعين والمتتبعات، كاين حتى الفاميليا يتبعوها. بصح تخيل انتيا ولا انتيا توقفي مع انسان وديفوندي على انسان يتعاطى هاد الممنوعات وانت على بالك وديفوندي عليه عادي نورمال. شغل الدنيا هادي ولات بالمقلوب، الدنيا هادي ولات شغل بالمقلوب، ما فهمناش دوك حنايا دوك البنات اللي بنات الاصل وبنات الفالور في المجتمع حديت ولا حرج لا اذن تسمع ولا عين طارة، والخماج والزوبيا. وزيد كاينه حاجه، هادو الناس اللي راهم داهم النيف على هذه المؤثره هذه واللي راهم يديفونديو عليها سيها في اختك، ديرها شغل اختك ولا ديرها في بلاصه العائله تاعها، ديرها في بلاصه والديها، ديرها في بلاصه خوها، ديرها في بلاصه فاميليا تاعها كامل ولا تحومتها. حنا ما ناش نهضروا عليها كانسانه، على بالنا بلي تغلط، ولكن سبحان الله لازم الانسان كي كريتيكي حاجه لازم يعرف شو عليه من كريتيكي، ماشي يهضر باش يهضر. طفله عندها متتبعين، اوكي عندها متتبعين، حنا في القضيه هذه كامل واش يهمنا؟ يهمونا بنات الفاميليا ولاد الفاميليا اللي راهم يتبعوا فيها، باسكو هي كمؤثره وتمد هذه الصوره ليها سي كراف. وكاينه واحد النقطه بزاف الناس ماهيش منتبه ليها، هاد المواقع التواصل الاجتماعي ماشي غير ليوتيليزي ولا انستغرام ولا تيك توك ولا الفيسبوك، عندهم مواقع التواصل الاجتماعي. ما كانش عائله جزائريه ما عندهاش مواقع التواصل الاجتماعي، بنات فاميليا عندهم لي ريزو سوسيو واللي يخدموا والبنات اللي يخدموا عندهم المواقع واللي قاعدين في الدار عندهم المواقع واللي طبيبه عندها المواقع واللي محاميه عندها المواقع والاميه عندها المواقع. دوك نساء كبارات في عمرهم 60 سنه 65 سنه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.